انطلقت منذ 17 من الشهر الجاري المسيرة الفرنسيسكانية السادسة في الأردن، والتي استمرت حتى 23 من الشهر الحالي تحت عنوان لكنيسته أنتمي. وابتدأت الانطلاقة من عمان وشملت زيارة دير وكنيسة اللاتين في مدينة الفحيص، حيث أقيمت العديد من النشاطات الروحية. ثم توجهت المسيرة لمدينة الصلب والتجمع في كنيسة انتقال السيدة للاتين، وضم اللقاء إقامة قداس إلهي ترأسه الأب فراس حجازين بحضور عدد من الآباء الفرنسيسكان والأخوات الراهبات. نريد أن نعتمد على أنفسنا ما سينا أن بدون الله لا نستطيع أن نسير. أكيد المسيرة الفرنسيسكانية عم تيجي بالأردن للمرة السادسة مع زميلاتها من المسيرات الفرنسيسكانية بالأراضي المقدسة بلبنان في إيطاليا، وصرنا من السنة هذه السنة السادسة للمسيرة الفرنسيسكانية في الأردن، وهذا اللي شيء بنفتخر فيه. عم تيجي ضمن احتفالات حراسة الأراضي المقدسة ب 800 سنة لوجود الآباء الفرنسيسكان في الأرض المقدسة في خدمة الأرض وفي خدمة الإنسان. ولكن عم نحاولوا كرهبان في الأردن وبالأخص العمل مع الشبيبة، مع تنشيط الشبيبة وللدعوات من خلال نشاط المسيرة الفرنسيسكانية اللي عم بشمل كل الرعاية بالأردن، عم بشمل كل الكنائس، والعمل من أجل الشباب، تنمية روح الشباب فيهم من خلال التنمية الروحية الاجتماعية المعرفة ما بين كل الرعاية بين كل المحافظات اللي عم نتمم من خلال هالمسيرة. المسيرة هي إشي نشاط روحي، فيه الشاب بينعزل، بيطلع عن الروتين اليومي تبعه وبيعيش خبرة روحية عميقة بتتميز بالتخلي عن شغلات كتير بيحتاجها ومتعود عليها، بنوع خاص الحاجات المتعلق فيها اللي هي بنعيشها كلنا في هاليومين، الموبايل، نومة حلوة، بيأكل أكل على مزاجه، كل هذا ما بيلاهوش في المسيرة، في نوع من التضحية، لأنه لما الإنسان بينعزل وبيضحي بيكون في جواه مساحة فيها الله بيتجلى وبيظهر وجهه. هذه السنة عندنا عنوان مميز للمسيرة الفرنسيسكانية اللي هو لكنيسته أنتمي. هذا العنوان نشأ من دراسة دقيقة لوضع الشباب بالنسبة للكنيسة في هالوقت اللي احنا بنعيشه، فنحن بدنا نرجع نقوي هالانتماء داخل الشباب لكنيسة المسيح كيف ما أردها المسيح. فكل عضو فيهم، كل شاب وصبية فيهم، هو أصلاً الكنيسة نفسها، كلنا أعضاء في جسد المسيح السري، ولكن بدنا نوضح القيمة والقوة الموجودة، الرباط القوي والصلة القوية بين جسد المسيح السري اللي هو كل واحد فينا والرأس هذا الجسد اللي هو المسيح نفسه. فبنتأمل فيه كهو خبز بيشبعنا وبيغذينا وبيسندنا في هالمشوار، هو نور بيوجهنا في الطريق، هو الطريق والحق والحياة، اللي فيه ما بنضلش ولا بنبعد. فهذا هو اللي احنا بنحاول نمشي ونرافق الشباب ايدنا في ايدهم كلنا نحو المسيح، طبعا على خطى ماري فرانسيس، بروحانية ماري فرانسيس اللي هي البساطة والفرح وروح الجماعة. كما شملت المسيرة زيارة لمزار القديسة ماري ألفونسين وتلاوة للسبحة الوردية، حيث قدمت الأخت ماجدة حداد من راهبات الوردية المقدسة شرحا عن حياة القديسة ألفونسين في السلط، وعرضا لفيلم كلمة العذراء وخدمتها في البلقاء الذي قام مكتب نورسات الأردن بإنتاجه.
نشكر ربنا على هذه النعمة صراحة الكتير كبيرة، اني قدرنا نعرف الشباب على هاي القديسة، ونشكر ربنا إن على صراحة على جهود الكبيرة اللي عملتها النورسات في مساعدتنا حتى نعمل هذا المزار اللي كتير حلو، واللي هم أبدوا جهود صراحة جبارة حتى يتقصوا كل المعلومات اللازمة وكل التفاصيل حتى يقدروا يعطوا صورة كاملة بقدر الإمكان عن القديسة ماري ألفونسين. فشكرا كثير كثير عن جد للنورسات، الله يقويكم، الله يعطيكم الصحة، وتضلوا دائما وسائل خير تساعدوا العالم ليوصلوا لربنا. وتضمنت المسيرة أيضا زيارة لمنطقة جلعاد ومنطقة جبل نيبو ومنطقة المغطس موقع معمودية السيد المسيح، ليكون الهدف فيها عيش تجربة روحية خاصة. المسيرة هي انتقال من مكان إلى مكان كمسيرة حج لهالشبيبة، مننتقل ومنتخلى نوعا ما عن العالم ومشاغل العالم ومنركز بحياتنا الروحية. المسيرة هي الإنسان ما بيمشي لوحده ولكن بيمشي ضمن الجماعة، لأنه كلياتنا أعضاء في هالجسد الواحد اللي هو الكنيسة. إن شاء الله تكون خبرة حلوة للشبيبة، والشبيبة تاخد هيك نقطة أو دفعة دائما للأمام لحتى يعيشوا كعناصر فعالين بالكنيسة. وتعود فكرة المسيرة إلى عام 1980 وتتكرر سنويا لتشمل معظم المناطق التي يتواجد فيها الرهبان الفرنسيسكان. ربنا عم بيحوله في حياتك بجواتك وانت في مسيرة حياتك.